مرحبا سيد أبو مرام، تحياتي تحياتي أخت نورال، تحياتي، سعد مساك، لك الله مرحبا، يعطيك يا ألف لك مرحبا. عافية. الله يعافيك يا رب، الله يعافيك يا رب. شو سيد أبو الموضوع اليوم؟ يعني شو أكيد موضوع هو رح يكون شأن الفلسطيني بالطبع. أكيد أنا حابة أدخل معك في الحديث يعني من خلال تصنيف حرب اليوم بشكل عام، ما بدي أتحدث فقط عن عملية طوفان الأقصى، لأنه واضح أن المعارك مستمرة، قد يكون في تطورات صراحة، واضح أنها يعني ممكن أن تطول أكثر طبعا. فبرأيك كيف سيتم تصنيف هذه الحرب اليوم عبر التاريخ؟ كيف سيتحدثون عنها؟ للأسف، يعني للأسف اليوم التطورات يعني بعكس ما كنا نتوقع. كان الكيان الصهيوني، كان هناك ضغط أمريكي قبل خطاب هذا السيء حسن نترات الأمونيوم، كان هناك ضغط أمريكي، كان في تخوف من انخراط يعني جبهات أخرى نصرة لأهل غزة. لكن للأسف خطاب هذا المجرم المدعو حسن نصر الله أعطى، يعني أعطى مفتاح الأمان بأن لا جبهات أخرى تساعد أهلنا في قطاع غزة. لذلك اليوم كانت المعارك شرسة، وتغيرت نظرة الكيان الصهيوني سيد ل أبو مرام، يعني هو حسن نصر الله قال بأننا سننخرط في هذه المعركة بحسب ما تتطلبه يعني التطورات على الأرض، فلماذا حضرتك وخبراء آخرين أيضا قيموا خطابه بأنه أكد للإسرائيليين ولأمريكا وللعالم الغربي بأنه لن ينخرط بهذه المعركة، يعني سيحافظ على أن هذه الجبهة مجرد جبهة مقلقة ومشتعلة بشكل خفيف يعني، ولكن لن تكون معركة كما يخشى الجميع. إذا ممكن تفسر لي لماذا فهمت خطابه بهذا الشكل؟ ما بده تفسير. خطاب واضح واضح جدا جدا حينما تنصل وقال بأن هذا القرار فلسطيني بحت، وتحت حجة بأنه سيهدي أو سيبقي هذا الانتصار حمساوي بحت، لن نشاركهم حتى لا يقال بأننا شاركناهم النصر. هو تهرب من واجب. على فكرة كان في يعني اتفاقية جنتلمان ما يعني ما بين أعضاء هذا المحور، محور المقاومة والممانعة، شيء اسمه وحدة الجبهات. يعني حلف الناتو أختي الكريمة، حلف الناتو الاعتداء على أي دولة عضو بحلف الناتو حتما يلزم باقي أعضاء حلف الناتو التدخل في حماية هذه الدولة. نعم، أيضا هناك، أنا فهمت عليك سيد أبو مرام، ولكن يعني بس لا أوضح لك، أوضح لك، المقاومة بشكل عام ليس كحلف لا الناتو لا لا، طبعا، هناك 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 اتفاق تم توقيعه ما بين أعضاء، يعني أعضاء هذا المحور، أو أهم بند فيه هو وحدة الجبهات. وكان كل خطابات حسن نصر الله تتحدث عن وحدة الجبهات، هي وحدة جبهة اليمن، جبهة لبنان، جبهة فلسطين، وأيضا الجولان أختي الكريمة. هاي جبهات متحدة، أي اعتداء على إحدى الجبهات يلزم باقي الجبهات أن تنصر تلك الجبهة المشتعلة. إذا هو هروب من واجب مترتب عليه كان تعهد به حزب الله في دعم أهلنا بقطاع غزة. والدليل ما بده تفسير، بالأمس كانت القيادات السياسية بالكيان الصهيوني حينما طرح الأمريكان وزير خارجية أمريكا نصح القادة الصهاينة بأن يوقفوا الحرب قبل خطاب حسن نصر الله. كانوا خايفين أن يعلن، لأنه يعني الدعاية اللي عملوها والبرومو هذا الفيديو القصير كبسة الزر، وكأنه يعني كان دلالة على أن عشرات ألوف الصواريخ ستنطلق من جنوب لبنان إلى العمق الفلسطيني. لكن يعني تمخض الفيل فأنجب لنا يعني كلام هراء لا أكثر ولا أقل. سيد أبو مرام، لذلك اليوم، لذلك حضرتك ذكرت بأن يعني بأنه قال بأنه هذا قرار فلسطيني، ذكرت أنك يعني بنيت حديثك على هذه الجملة فقط، لا قلت لا أختي الكريمة، لا أيضا نعم، هناك ولكن فيما عدة يتعلق جزئيات. بهذه الجملة، فيما يتعلق بهذه الجملة، في بداية عملية طوفان الأقصى خرج إسماعيل هنية يعني قائد حماس وقال بأن هذه عملية طوفان الأقصى هي بقرار فلسطيني وتنفيذ أيضا فلسطيني، فبالتالي اليوم نصر الله وأكد هذا الكلام.
وأن هذه العملية فعلا هي كانت قرار فلسطيني، وأنهم يعني قاموا بإشعال الجبهة الشمالية فقط للتخفيف وللتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين. أختي الكريمة، يعني ما قالوا إسماعيل هنية أبو العبد هنية، قالوا بعد ما يعني خذل من هذا المحور، هو نوع من يعني من تحسين العلاقات أو تغطية لخذلان تلقته حركة حماس من هذا المحور. لذلك يعني حاول هيك بالفلسطيني شلبن الأمور ويقول بأن هذا هو القرار. فعلا هو قرار فلسطيني، وكان في له أسبابه. لماذا بأكتوبر؟ لماذا 7 أكتوبر؟ لأن هناك أختي الكريمة في قصة البقرات الخمس اللي كان بأكتوبر، يعني هناك قصة معتقد بالتلمود أختي الكريمة، بأنه هدم الأقصى يجب أن يكون بعد حصول الكيان الصهيوني على بقرة حمراء. وأتت هذه البقرة من أمريكا بآب، وقيل بأنها ستكتمل العامين بأكتوبر، وسيتم ذبح هذه البقرة ودخول الصهاينة من أجل هدم الأقصى. لذلك كان القرار توقيت هذه المعارك قبل أن يقوم الصهاينة بتدنيس الأقصى. لذلك فعلا هو كان قرار فلسطيني، لكن أوتوماتيك طالما في اتفاقية بهذا المحور تلزم باقي الجبهات مساندة، يعني مساندة الجبهة الرئيسية. حزب الله تخلى، وشاهدنا يعني مناصرة خجولة، يعني يا ريتهم بالفلسطيني يا ريتهم ما فتحوا هاي الجبهة، يعني ادعوا بأن هناك 60 شهيد. وهل يعني معركة إسقاط كاميرات تستدعي إلى 60 شهيد؟ من هنا يعني يعني سيدة أبو مرام، هل تشكك بأعداد يعني الضحايا أو الشهداء الذين سقطوا جراء يعني الهجوم أو الاعتداء الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان؟ أكيد أرقام وهمية أختي الكريمة، لأنه بالأساس ما في معارك. يعني كم صاروخ أطلقوا على يعني على أماكن فارغة، إسقاط أو كم صاروخ أطلقوا باتجاه كاميرات إلكترونية بالأساس هي لا يوجد فيها جنود. وكان الرد الصهيوني رد خجول، يعني حتى الصهاينة أنا على لم حد علمي سيد أبو مرام، قام حزب الله بنشر صور وأسماء هؤلاء الشهداء، أختي الكريمة هذه فرصة لحزب وإسرائيل الله. أيضا قالت، يعني إسرائيل قالت أنها قصفت لعدة مرات، تقوم بشكل يومي تقريبا تقوم بقصف مناطق في الجنوب. أختي الكريمة، يعني هؤلاء قتلى حزب الله على الساحة اللبنانية، أتت له الفرصة، إجت الفرصة اليوم متاحة له أن ينعوهم وكأنهم شهداء استشهدوا على الجبهة في مواجهة الكيان الصهيوني. كما النظام السوري يعني بفرصة كورونا تم إعلان العشرات أو الآلاف من المواطنين أو من المعتقلين السوريين بأنهم قضوا بجائحة كورونا. هي يعني كذبة ودجل، لم يكن هناك معارك تستدعي مقتل 60 70. أعلن عن 70، يعني عن 70 قتيل، سبعين كيف قتيل تفسر سيد أبو مرام القصف، يعني إعلانات إسرائيل المتكررة بأنها قامت بقصف بلدات ومناطق وأيضا يعني مقرات أو نقاط عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان أو على الجبهة الشمالية اللبنانية أو في والأراضي الفلسطينية المحتلة؟ أختي الكريمة، يعني ما يعني قال مجنون يحكي وعاقل يسمع. هاي يعني القصف والقصف المتبادل يعني عبارة عن فيلم أو وهمي من أجل يعني خديعة المجتمع والناس، وبأن يعني هي تبييض لهذا المحور وعدم إحراجه. يعني وكأن هناك اتفاق صهيوني مع هذا الحزب، نحن بنشعل معركة على عمق 5 كيلومتر. المعارك كانت يعني ضمن شريط مساحته 5 كيلومتر، لا يؤثر على الكيان، لا يؤثر على المستوطنين. حتى كريات شمونة حينما قصفت من قبل كتائب القسام، يعني بعض عناصر القسام المتواجدة على الساحة اللبنانية، هذه الوحيدة اللي تجاوزت الاتفاق ما بين الكيان الصهيوني. حزب الله وقع بال2006 أختي الكريمة اتفاق وترسيم حدود، ومن 2006 أصبحت جبهة جنوب لبنان بالمفهوم الميداني جبهة هادئة. لا يعني أنه يعني بوجود خروقات هنا أو هنا، لكن كل ما حصل إلى هذه اللحظة لن يتجاوز اتفاق 2006. حزب الله اليوم تنصل
تنصل أيضا الحوثيين المواقع اللي قصفوها مواقع وهمية لا علاقة لها بغزة. من يمتلك الصواريخ البالستية يستطيع قصف عمق الكيان الصهيوني. لم نرى صاروخ من صواريخ الحوثي يصل إلى العمق الصهيوني، لم نرى صاروخ من حزب الله يصل إلى العمق الصهيوني كي يخفف على الأقل من وطأة النار والبارود على أهلنا بقطاع غزة. هذا محور مقاولة وليس محور مقاومة. للأسف حركة حماس انخدعت بهذا المحور، وربما كانت تعتقد حينما شباب القسام فجروها في غزة اعتقدوا بأن سيكون لهم نصير وظهير ألا وهو حزب الله، لكن بالأمس أتى الجواب صريح واضح لا لبس فيه أختي الكريمة. نعم سيد أبو مرام، ما رأيك بال يعني الموقف الإيراني إلى هذه اللحظة؟ إيران أختي الكريمة أكثر من تاجر، لا تختلف عن الأنظمة العربية القومجية التي تاجرت بالقضية الفلسطينية، وهي أول من حمى أمن وحدود الكيان الصهيوني. اليوم إيران بتكمل اللعبة كما يقال، هي تستكمل ذات اللعبة. كل هؤلاء يستثمرون بفلسطين وبالقضية الفلسطينية، لكن هؤلاء استثمارهم في القضية من أجل احتلال عواصم عربية والمزيد وقضم المزيد من الأراضي العربية والمزيد من تمرير المشروع الصهيوني على منطقتنا العربية أو بمنطقتنا العربية. سيد مرام، أختي الكريمة أنا ما عندي مانع اطالع جستات أخرى، إذا 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 رغبت. سيد أبو مرام، أنا بالبداية ممكن ما بعرف صراحة لنهاية الحلقة لحتى أشوف، بالبداية بدي أتناقش معك لحتى ما يكون في تشتت بالحوار، يمكن هذا الوضع ماشي بأمرك. أفضل صراحة لما بيكون في عدة ضيوف، فكل مين بيطلع بيحكي الكلام يلي هو بحب إنه يتحدث، والأفكار اللي هو والمعلومات اللي هو بحب إنه يناقش فيها ويطرحها على الجمهور. فلذلك عم نشوف صيغة انه نتحاور مع ضيف يمكن افضل من عدة ضيوف، لنشوف على كل حال مو غلط نهاية ما الحلقة. غلط شكرا اللي بتريدي جزيلا. انت صاحبة القناة ومديرة الحوار، وكل الأمر بيعود إليك. شكرا سيد ابو مرام، كنت اتفضل. عم اتحدث، اريد ان اسالك صراحة، ما رايك بالخلاف الامريكي الايراني؟ ليست فرصة لايران اليوم أن أن تقوم بضربة ما لأمريكا عن طريق ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ هناك تدخل أمريكي بشكل تدريجي بالحرب اليوم على غزة، فلذلك قد تكون هذه فرصة صراحة لإيران، إذا اعتبرنا أن إيران هي ليست عدوة كما تتحدث حضرتك لإسرائيل، وليست معنية بما يحدث اليوم، ولكن واضح للعالم أن هناك خلاف أمريكي إيراني واضح جدا للعالم، فهذه فرصة صراحة حتى يكون هناك مواجهة مباشرة بين إيران وأمريكا. فإلى اللحظة ليس هناك أي تدخل، وما زالت جميعها مجرد تهديدات، وقد تكون هذه الحرب أمدها طويل، وقد تكون على وشك الانتهاء، لا أحد يعلم ما هي التطورات. اليوم الكيان الصهيوني أعلن بعد خطاب هذا السيء حسن نصر الله، أعلن بأن الحرب ستكون طويلة الأمد وستنتهي بانتهاء تواجد حركة حماس في قطاع غزة، وبات الحديث عن وجود قوى بديلة تحكم وتتحكم في قطاع غزة. للأسف هذا الخطاب خطاب صهيوني بامتياز، خطاب صهيوني بامتياز. ما فينا نعطيه صفة أخرى. أختي الكريمة، لا يوجد عداء ما بين إيران والكيان، ولا يوجد عداء ما بين إيران وحتى أمريكا. من صنع لنا نظام ملالي طهران هي أمريكا، هي أمريكا، هو مصنوع من وأمريكا هي الصانع. أختي الكريمة، كل ما تسمعيه هي عبارة عن أفلام وهمية من أجل إيهام العالم. طيب قضية استاذ سيد ابو مرام، ده أنا راح خليني معك، أثبت لك انا هاي راح الفكره انا أثبت لك راح شخصيا أثبت لك قابل أختي اني الكريمة، افهمها، بما سأثبت انك لك. فعلا سيد ابو مرام، بس لحظه، بما انك على علم تماما بان امريكا هي التي صنعت ايران، وصنعت مثلا كما صنعت ايران صنعت حزب الله، الكيان ولا ايضا من
طب لماذا تقوم بمهاجمة هذه الأطراف بدلا من أن تهاجم الرئيس الأساسي؟ يعني كأنك أنت مدير وهي أمريكا المدير وهؤلاء موظفين عند أمريكا، فأنت عندما بدك تقوم يعني بمهاجمة أحد هؤلاء الموظفين فيجب أن تشكيه لمديره، لماذا حتى تقوم يعني بمواجهته بشكل مباشر؟ حتى أبسط لك الفكرة بهذا الشكل، لماذا تتم مهاجمة الموظفين بما أنكم تروهم هكذا طبعا وأنهم هم من صنع أمريكا والغرب، عوضا من أن تهاجموا الرئيس الأساسي بوجود هذه الأطراف؟ أختي الكريمة، الأساطيل اللي إجت راح أنقلك لضفة أخرى مشان نستوعب يعني وضع إيران. الأساطيل اللي إجت هاي الأساطيل حاملات الطائرات والغواصات النووية وهاي القوة الأمريكية اللي إجت على عجلة، أتت كي تحمي الكيان الصهيوني من الانهيار، كي تعيد الهيكلية اللي تم تصنيعها ب 48 على يد المستعمر البريطاني، ومن ثم تلقفه الأمريكي. أمريكا راعت الكيان الصهيوني بال 56، انتهى الدور الأمريكي، الدور البريطاني بعد العدوان الثلاثي أتت دور الأمريكي برعاية هذا الكيان. هاي الأساطيل اللي إجت كرمال روسيا ولم تأتي كرمال إيران. أمريكا تأكدت بأن يعني تقنية التصنيع وحتى المعلومات اللي حصل عليها يعني فصائل المقاومة داخل قطاع غزة هي معلومات لا تمتلكها إلا قوى عظمى تمتلك أقمار اصطناعية. المراكز الأمنية اللي اقتحمها مقاتلي القسام تثبت بأن لا إيران ولا غير إيران اللي زودت مقاتلي القسام. هناك روسيا، لماذا روسيا مش محبة أيضا بفلسطين وبالقضية الفلسطينية؟ أختي الكريمة، السياسي هي تقاطع مصالح. نرى دولتين يعني تتحاربان بجغرافيا وتتفقان بجغرافيا أخرى. على سبيل المثال أمريكا وروسيا بأوكرانيا تتقاتلان، لكن على الجغرافيا السورية هناك تفاهم. أوكرانيا اليوم، أوكرانيا أين هي أوكرانيا من الحديث؟ اليوم الجيش الروسي يقتحم، يحقق انتصارات بأوكرانيا. ما جرى في غزة خفف الضغط على الروسي بحربه في أوكرانيا. اليوم لم يعد هناك الحديث عن إجرام الروس بحق دولة اسمها أوكرانيا. أختي الكريمة، لذلك أيضا حركة حماس لها مصلحة يعني باكتساب خبرة عسكرية ومعلومات أمنية تحقق لها النصر على الكيان الصهيوني. هذا اتفاق تكتيكي ما بين حماس ذات التيار الديني وروسيا ذات التيار الإمبريالي أو الرأسمالي. إذا أختي الكريمة، هذه الأساطيل أتت كي تهدد، يعني كي تكون عبارة عن صفارة إنذار للروس ألا يتمادوا، ألا يتجاوزوا الخطوط الحمر المرسومة لهم بالشرق الأوسط. أما موضوع إيران أختي الكريمة، كلنا يعلم فضيحة إيران جيت، ما بعرف إذا أكيد عندك اطلاع عليها وأنت يعني إعلامية. بالحرب العراقية الإيرانية اللي دامت 8 سنوات كانت إسرائيل تزود إيران بالسلاح، وبالصدفة كشفت فضيحة السلاح الإسرائيلي التي كانت إيران تتزود به. كان رد إيران أختي الكريمة بأن يعني بعهد الشاه كان هناك ديون على إسرائيل لصالح إيران، وإسرائيل رفضت أن تعيد هذه الديون، أو رفضت سداد هذه الديون، فاقترحت بأنه ممكن نعطيكوا سلاح، فقبل ملالي طهران، ملالي إيران. العلاقات أختي الكريمة، هناك 8 قنوات إيرانية تبث من القمر الإسرائيلي عاموس. ادخلي على قمر عاموس أختي الكريمة على جوجل وشاهدي ما هي القنوات التي تبث من القمر الإسرائيلي عاموس. 8 قنوات. ماذا يعني 8 قنوات؟ يعني لها مكاتب إدارية في تل أبيب، وهذه المكاتب الإدارية الإعلامية تمثل تبادل المصالح ما بين الطرفين، هي عبارة عن مكاتب استخبارات لخدمة الطرفين. أيضا أختي الكريمة، بالمنطق ما بدها لا محلل سياسي ولا أكاديمي، أينما وطأت قدم الأمريكي نرى التمدد الإيراني. لم يدنس أرض العراق جندي إيراني واحد إلا بعد سقوط بغداد على يد الأمريكان. لم نرى عنصر ميليشيا إيراني يدنس أراضي سوريا إلا بعدما وطأت قدم
الأمريكي جغرافيا سوريا. أيضا لم نرى عنصر ميليشياوي في لبنان إلا بعدما وطأت قدم الجندي الأمريكي المارينز عام 1982، مع قدوم 82 مع قدوم المارينز إلى لبنان ولد حزب الله في لبنان. إذا أختي الكريمة، وجود هذا المحور يعني يتمدد مع تمدد الأمريكي. أما قضية المفاعلات النووية والهذا، والدليل أختي الكريمة راح أجيب لك دليل آخر على أن أمريكا هي الأحرص على بقاء ملالي طهران يحكمون إيران. حينما انتفض إقليم المهابات بوجه ملالي طهران أختي الكريمة، أمريكا أفرجت عن مليارات الدولارات كي تحيي هذا النظام الذي كان أو بات آيل للسقوط. كل ما يعني تأثر هذا النظام وأصبح نظام مهترئ وآيل إلى السقوط، نرى يعني جرعة 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 أمريكية من أجل إعادة إحياء هذا النظام وتقويته. فهذه الأفلام، يعني الأفلام الخارجية إذا بدنا نحكيها، أو العداء الوهمي، ما بينطلي على ناس تفهم ألف باء السياسي. إيران، هذه الشعارات اللي بتطرحها، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، أقسم بالله العظيم تطبق عكسها. هي الموت للعرب، الموت لفلسطين، أو بالأحرى اللعنة على الفلسطينيين. هذه حقيقة هذا المحور بقيادة إيران أختي الكريمة. كنت أتمنى من قيادات حماس أن تعي حقيقة هذا المحور، لكن للأسف وعيوا أخيراً. يعني أنت حضرتك ذكرت بأن حماس خدعت من قبل إيران في هذه الحرب، رغم أننا يعني تحدثنا قبل قليل أن عملية طوفان الأقصى كما قال قائد حماس بأنها يعني بقرار فلسطيني وتنفيذ فلسطيني أيضا منذ البداية. فكيف يعني لماذا نقول أنها خدعت؟ يعني واضح أن المقاومة من البداية خرجت لوحدها ولا تتوقع يعني أي فائدة أو أي نفع من أي جهة أخرى، طبعا يعني حتى طبعا، أنهم لم يعني يقدروا على اللي خاضوا المعارك خاضوها مقتنعين انه ربما يفوتوا، يعني ربما، لكن خاضوها وحيدين او مضطرين. لا يمكن تأجيل هذه المعارك اختي الكريمه، لانها مرتبطه بهدم الاقصى وبإعاده الهيكل، لانه البقرات الخمس وصلوا. وهذا الحديث للاسف غير، يعني الغير مطلع على اخبار الكيان الصهيوني. يعني معركة كهذه لا نستطيع أن نقول أنهم هاي مضطرون، هاي نقول حماس لم أنهم تورطوا. إذا كانوا قد عولوا على جهة ما حتى تقوم بمساندتهم، فبالتالي هم تورطوا في هذه المعركة لا كما لا لا تقول لا لا الأطراف. لا هي معركة وجود أختي الكريمة، يعني معركة وجود، لأنه هدم الأقصى أختي الكريمة إذا ابتدأ ولن يكون هناك عقاب رادع، إسرائيل بهمها الرأي العام العالمي، بهمها، يعني لا يمكن لهؤلاء القدوم أن يقدموا على هدم الأقصى إذا كان هناك ردة فعل قوية. هؤلاء أرادوا إماتة القضية الفلسطينية، واعتماد أن يكون الرد من قبل الأنظمة العربية أو يعني المدعين بأنهم داعمين للقضية الفلسطينية. لذلك حركة حماس توافقت مصالحها اليوم مع المصالح الروسية في تفجير هذه المعركة. حماس لا يمكن أن تؤجل، حتى لو لم يكن هناك داعم روسي كان من الواجب تفجير هذه المعارك، لأنها مرتبطة بتوقيت هدم الأقصى أختي الكريمة. سيد أبو مرام، ذكرت روسيا عدة مرات أنها يعني كداعم مثلا للمقاومة أو لها يعني دعم بشكل غير مباشر. برأيك يعني هل قامت روسيا اليوم بدعم المقاومين في هذه الحرب؟ نعم، هي هناك بصمة روسية، ويعني بصمة روسية، يوجد بصمة روسية فيما جرى من معارك طوفان الأقصى، يعني بصمة عسكرية مو سياسية. روسيا مش سياسيا عم تدعم الحركة، دعمتهم عسكريا، كما دعمت أمريكا يعني القاعدة في مواجهة الغزو السوفيتي، يعني دعم من تحت الطاولة غير معلن أختي الكريمة، مو دعم سياسي.
توصلت يعني توصلت كيف توصلت لهذه القناعة بأن هناك بصمة روسية في الدعم العسكري للمقاومة في يعني هجومها على الجيش الإسرائيلي أو المناطق الإسرائيلية أو حتى في مواجهتها حاليا مع هذا الجيش؟ أختي الكريمة، يعني هناك عدة ناطقين أو ناشطين سياسيين لدى عدة أطراف بدأ الحديث أو تحدثوا حول الدعم الروسي يعني لمعركة طوفان الأقصى. والدليل أختي الكريمة، دون الحديث يعني دون الاعتماد على فلان قال وفلان يعني صرح وفلان ادعى، المعلومات التي كانت بحوزة المعلومات عن مواقع أمنية سرية المستوطنين الصهاينة، يعني أحد المواقع في غابة أختي الكريمة، لا يستطيع حتى المستوطن الصهيوني لا يعلم عن حقيقة وجود هذا الموقع اللي هو الموقع الخامس، الموقع الأمني. نعم. طريق لا يمكن إلا لأقمار اصطناعية أو دولة إقليمية عظمى، لا يمكن الحصول على معلومات إلا من قبل دولة عظمى كالاتحاد الروسي أختي الكريمة. نعم، شكرا سيد أبو مرام. دعنا نعود لهذه الحرب، ما تخمينك من نتيجة هذه الحرب؟ يعني كان بالبداية أنا كان عندي أمل إن شاء الله النصر لأهلنا بقطاع غزة، النصر لفصائل المقاومة جميعا بقطاع غزة، لكن ليعلم الجميع حتى لو انتهت حركة حماس من قطاع غزة لن تنتهي القضية الفلسطينية. غابت فصائل فلسطينية وانتهت مواقع قتالية بمواجهة الكيان الصهيوني، كان آخر يعني معقل وموقع نضالي ألا وهو لبنان. وكلنا بنتذكر يعني محمود درويش حينما نعى بيروت وقال بيروت خيمتنا الأخيرة. لم تكن بيروت خيمتنا الأخيرة، انتقل ساحة الصراع من الخارج إلى الداخل، انتقل إلى الضفة، كانت الضفة هي أس الصراع مع الكيان الصهيوني. انتهت الضفة يعني بوجود أبو مازن، انتقل إلى قطاع غزة. حتى لو انتهت قطاع غزة في أن تكون رأس الحرب بمواجهة هذا الكيان، ثقي تماما هذا الشعب سيبتدع طريقة نضال أخرى وموقع نضالي آخر، أين ومتى لا ندري. الأبطال فلسطين ولادي بالأبطال، ولادي بي 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 يعني بأفكار، ولادي باختراع مواقع المواجهة مع الكيان الصهيوني. ربما ينتقل ساحة الصراع إلى عمق فلسطين، إلى محتل 48، لا أدري لا أدري إلى الآن. إلا أنه حتى لو لا سمح الله انتهت غزة، لو انتهت غزة واليوم 5 دول عربية طلبت من الكيان الصهيوني إنهاء غزة أختي الكريم، اليوم بدأ الحديث إسرائيل لن تحتل غزة. إذا بدك أعطيك سيناريو، لن تبقى في غزة اليوم ب 78، ب 78 شبيه بغزة. بعد عملية دلال مغربي دخل الجيش الصهيوني جنوب لبنان واحتل مسافة ما يقارب 30 كيلومتر حتى حدود نهر الليطاني، من أجل إبعاد بنادق ومدفعية المقاومة الفلسطينية التي كانت تقض مضاجع العدو بشمال فلسطين. وأتوا بجيش صهيوني لكن بلسان عربي، ألا وهو جيش أنطوان لحد، اللي هو ذاته تحول فيما بعد إلى حزب الله. يعني أبناء القرى الجنوبية، صنع أنطوان لحد وسعد حداد صنعوا لنا جيش بتمويل وبقرار إسرائيلي سمي بجيش لبنان الجنوبي، وكان من أبناء الجنوب أختي الكريمة. واليوم بغزة، اليوم في غزة هكذا يرسم، أن تضرب البندقية الفلسطينية الوطنية داخل قطاع وتستبدل بقوى، إما قوى عربية مصرية سعودية. اليوم الحديث عن يعني قوى بديلة تقود قطاع غزة، هذا إن شاء الله ما بيزبط معهم. لكن اليوم ما يرسم لقطاع غزة هو كالتالي: إنهاء المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس الوجود العسكري، واستبداله بقوات طوارئ، قوات ردع عربية، قوات فصل، هي من ستكون يعني أداة البطش لأهلنا بقطاع غزة. تفضل يا أختي. نعم. طيب سيد أبو مرام، برأيك نتيجة يعني أو هذه الحرب بشكل عام، هل قد تكون هي مقدمة لسيناريوهات عديدة قد تحمل حروب أخرى أو يعني بداية حقبة
قد تكون لصالح الفلسطينيين بشكل عام، أو قد تكون في يعني في وضع ما من التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي أكثر مما مضى في يعني العقود الماضية. هل هذا اليوم أيضا خيار يعني أو يعني نتيجة محتملة على الأرض؟ أختي الكريمة، أخت نورال، اليوم الخطر على الكيان الصهيوني هي الجغرافيا الأوروبية. اليوم الكيان وأمريكا لا يحسبون حساب لا للعرب ولا حتى يعني للقيادات السياسية الفلسطينية. اليوم الخوف من الجغرافيا الأوروبية. ليش؟ اليوم يعني ما جرى في غزة أعاد شيء اسمه الأزمة اليهودية، الكره الأوروبي لشيء اسمه يهود. أختي الكريمة، استطاعوا قمعه بقوانين أو من خلال تصدير أزمة اليهود من جغرافية أوروبا إلى فلسطين، وصنعوا لهؤلاء كيان، قالوا لهم شرفوا روحوا خذوا هاي فلسطين بس حلوا عنا. بما معناه اليوم ما جرى في غزة تبعاته مو بالجغرافيا العربية أختي الكريمة، اليوم تبعاته بلش اللسان الأوروبي يتحدث عن أن هذه الدولة دولة مجرمة، يتحدث بأنه يجب إعطاء الفلسطينيين حقوقهم. نحن اليوم يعني الدم الطاهر في غزة نصره في أوروبا أختي الكريمة. أوروبا اليوم هي من تضغط على الكيان الصهيوني، أو بالأحرى الشارع الأوروبي اليوم هو من يضغط على حكامه، وحكامه باتت تتحدث يعني بأن لا يوجد حل لهذه القضية إلا يعني بوجوب حل الدولتين. اليوم بلش ينطرح شيء اسمه حل الدولتين. هل سيكون طرح حل الدولتين هو نوع من أنواع التخدير كما كان سابقا بعد 82، بعد اجتياح 82؟ الله أعلم. لكن اليوم نحن نعول على الشارع الأوروبي. اليوم باتت القوانين الأوروبية معاداة السامية، وهذا التي طواها الزمن. سيد أبو مرام، يعني حضرتك طرحت أن هناك حديث عن حل الدولتين في خضم الحروب الجارية حاليا في غزة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي، فبالتالي قد تكون هذه هي نتيجة الحرب، وهي حل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين دولة. ولكن أنا يعني عم لاحظ صراحة حضرتك وعدة ضيوف تحدثت معهم أن هناك هم خبراء طبعا، أن هناك نوع من يعني عدم توقع النصر للفلسطينيين. على ما أعتقد يعني جاء هذا التفكير أو الشعور لأن الجيش الإسرائيلي العظيم كما يعني كنا نتحدث سابقا، وأن هذه يعني الحكومة المزعومة مدعومة من القوى العظمى في العالم، وأن هذه يعني الترسانة العظيمة أيضا لا يستطيع أحد أن يهزمها. فهناك نوع صراحة من اليأس من قبل المحللين أو الخبراء الذين يتحدثون عن نتيجة هذه الحرب، رغم أنه صراحة على الأرض الإسرائيليين لا يستطيعون، نعم هم يتقدمون يعني من يعني على الصعيد الميداني، ولكن لا سيطرة على مناطق، ليس هناك أي سيطرة. فتأتي يعني يأتي شعوركم هذا فقط تبعا للأفكار القديمة المأخوذة عن إسرائيل؟ لا أختي الكريمة، إسرائيل كيان مصنع وكيان هزيل. يعني إسرائيل لن تنتهي، إسرائيل لا تنتهي بالحروب الكلاسيكية، حرب جيش مقابل جيش، هذه كل العسكريين والسياسيين على قناعة. إسرائيل تنتهي ومن الداخل، من الداخل. يعني الصوص أختي الكريمة ينقر البيضة من الداخل بمنقار ضعيف فتتكسر البيضة، لكن حاولي تضغطي عليها من الخلف لن تتكسر. إسرائيل تشبه البيضة، الصوص من الداخل بنقرة صغيرة قادر على ماذا إنهاءها. يعني وما بس الداخل؟ لأكمل لك ماذا الفكرة تقصد الضفة مثلا وباقي المناطق المحتلة؟ أختي الكريمة، قناعة المقاتل الفلسطيني والمقاوم الفلسطيني بات الجميع على قناعة بأن الكيان الصهيوني لا يمكن هزيمته بحروب كلاسيكية. كل الحروب اللي خاضتها الجيوش العربية وحتى منظمة التحرير حينما تحولت إلى حالة قتالية كلاسيكية بثمانينيات القرن الماضي انهزمنا وترحلنا وصرنا بتونس وبالجزائر. إذا
أبو عمار اقتنع بعد 82 وكل المقاتلين وأصحاب العقول العسكرية والسياسية بأن هذا الكيان لا يمكن هزه، لا يمكن الضغط عليه إلا من الداخل، لا يمكن إنهاءه إلا من الداخل. لذلك تم نقل ساحة الصراع من الخارج إلى الداخل ضمن اتفاق أوسلو. أبو عمار نقل ساحة الصراع من الخارج إلى الداخل. أما بالنسبة للكيان لا يهزم، لا أختي الكريمة، هزم الكيان، هزم، لكن القوى العظمى كل ما يجري اليوم في غزة من أجل إعادة صورة الكيان الصهيوني، هذا الجيش الذي لا يقهر، كل هذا القتل والتدمير بهذه الهمجية أختي الكريمة، أيضا له معتقد ديني لدى الصهاينة أختي الكريمة. اطلعوا على التلمود، اطلعوا على العهود الصهيونية أختي الكريمة. إذا بتحبي هلا بقرأ لك إحدى الآيات في التلمود حتى تتأكدي لماذا يقتلون الأطفال بهذه الهمجية. دقيقة بس إذا بتحبي، معلش، لأنه الأمور بس لا أفتح دقيقة بعد إذنك، معلش تحمليني، الأمور لأنه هذه دولة أختي الكريمة، الكيان الصهيوني دولة دينية ذات موروث ديني، التسمية دينية، يعني مجرد أن تكون من أبوين أو أحد الأبوين يهودي أنت أوتوماتيك خلال 24 ساعة بتاخذ الجنسية الإسرائيلية. إذا أختي الكريمة، من يقول هذا الكيان كيان ديمقراطي كيان علماني هو كاذب أو واهم، يعني يا كاذب يا إما واهم. راح أقرأ لك بسفر صفنيا من الآية 2 حتى 4، اسمعي وأكدي على كلامي حتى تتأكدي ما جرى في غزة هو تطبيق لإحدى آيات التلمود. يقول الرب: أخطأت غزة مرارا وتكرارا وسوف أنساها. شو يعني راح ينساها؟ ما راح يطرح فيها البركة. ولن أتركها بلا عقاب فيما بعد، لأنها سبت شعبي وباعتهم عبيدا في آدوم. سأشعل نارا إلى أسوار غزة فتدمر جميع حصونها، وأقتل شعب أسدود وأدمر عقرون وملك أشقلون، ويهلك الفلسطينيون الذين بقوا. شو ترجمت هاي الآية؟ اليوم ما يجري هي ترجمة حرفية لما يؤمن به هؤلاء الصهاينة، ترجمة حرفية، ترجمة حرفية أختي الكريمة، بمباركة من الصهيونية المسيحية اللي هي تقودها أمريكا. إذا هناك نفحة دينية أختي الكريمة، يعني أنت بحرب دينية أكثر مما هي حرب عسكرية أو حرب. طب مرام، انا شخصيا يعني بآمن بهذا الشيء، ولكن هناك عنصر المفاجأة. هذا عنصر المفاجأة برأيي يرتبط بشكل ما بالأمور الدينية. يعني الأمور الدينية أحيانا بتكون دينيين، على ما أعتقد يعني جاء هذا التفكير أو الشعور لأن الجيش الإسرائيلي العظيم، كما يعني كنا نتحدث سابقا، وأن هذه يعني الحكومة المزعومة مدعومة من القوى العظمى في العالم، وأن هذه يعني الترسانة العظيمة أيضا لا يستطيع أحد أن يهزمها. فهناك نوع صراحة من اليأس من قبل المحللين أو الخبراء الذين يتحدثون عن نتيجة هذه الحرب، رغم أنه صراحة على الأرض الإسرائيليين لا يستطيعون. نعم، هم يتقدمون يعني من يعني على الصعيد الميداني، ولكن لا سيطرة على مناطق، ليس هناك أي سيطرة. يأتي شعوركم هذا فقط تبعا للأفكار القديمة المأخوذة عن إسرائيل؟ لا أختي الكريمة، إسرائيل كيان مصنع وكيان هزيل، يعني إسرائيل لن تنتهي، إسرائيل لا تنتهي بالحروب الكلاسيكية، حرب جيش مقابل جيش، هذه كل العسكريين والسياسيين على قناعة، إسرائيل تنتهي ومن الداخل، يعني الصوص أختي الكريمة ينقر البيضة من الداخل بمنقار ضعيف فتتكسر البيضة، لكن حاولي تضغطي عليها من الخلف لن تتكسر. إسرائيل تشبه البيضة، الصوص من الداخل بنقرة صغيرة
قادر على هذا إنهاء. يعني وما بس الاحتلال، لأكمل لك ماذا الفكرة تقصد؟ الضفة مثلا وباقي المناطق المحتلة؟ أختي الكريمة، قناعة المقاتل الفلسطيني والمقاوم الفلسطيني بات الجميع على قناعة بأن الكيان الصهيوني لا يمكن هزيمته بحروب كلاسيكية. كل الحروب اللي خاضتها الجيوش العربية وحتى منظمة التحرير حينما تحولت إلى حالة قتالية كلاسيكية بثمانينيات القرن الماضي انهزمنا وترحلنا وصرنا بتونس وبالجزائر. إذن أبو عمار اقتنع بعد 82 وكل المقاتلين وأصحاب العقول العسكرية والسياسية بأن هذا الكيان لا يمكن هزه، لا يمكن الضغط عليه إلا من الداخل، لا يمكن إنهاءه إلا من الداخل. لذلك تم نقل ساحة الصراع من الخارج إلى الداخل ضمن اتفاق أوسلو. أبو عمار نقل ساحة الصراع من الخارج إلى الداخل. أما بالنسبة للكيان لا يهزم، لا أختي الكريمة، هزم الكيان، هزم، لكن القوى العظمى كل ما يجري اليوم في غزة من أجل إعادة صورة الكيان الصهيوني، هذا الجيش الذي لا يقهر، كل هذا القتل والتدمير بهذه الهمجية أختي الكريمة. أيضا له معتقد ديني لدى الصهاينة أختي الكريمة، اطلعوا على التلمود، اطلعوا على العهود الصهيونية أختي الكريمة. إذا بتحبي هلا بقرأ لك إحدى الآيات في التلمود حتى تتأكدي لماذا يقتلون الأطفال بهذه الهمجية. دقيقة بس إذا بتحبي، معلش، لأنه الأمور بس لا أفتح دقيقة بعد إذنك، معلش تحمليني الأمور، لأنه هذه دولة أختي تمام. الكريمة، الكيان الصهيوني دولة دينية ذات موروث ديني، التسمية دينية، يعني مجرد أن تكون من أبوين أو أحد الأبوين يهودي أنت أوتوماتيك خلال 24 ساعة بتاخذ الجنسية الإسرائيلية. إذا أختي الكريمة، من يقول هذا الكيان كيان ديمقراطي كيان علماني هو كاذب أو واهم، يعني يا كاذب يا إما واهم. راح أقرأ لك بسفر صفنيا من الآية 2 حتى 4، اسمعي وأكدي على كلامي حتى تتأكدي ما جرى في غزة هو تطبيق لإحدى آيات التلمود. يقول الرب: أخطأت غزة مرارا وتكرارا وسوف أنساها. شو يعني راح ينساها؟ ما راح يطرح فيها البركة. ولن أتركها بلا عقاب فيما بعد، لأنها سبت شعبي وباعتهم عبيدا في آدوم. سأشعل نارا إلى أسوار غزة فتدمر جميع حصونها، وأقتل شعب أسدود، وأدمر عقرون وملك أشقلون، ويهلك الفلسطينيون الذين بقوا. شو ترجمت هاي الآية؟ اليوم ما يجري هي ترجمة حرفية لما يؤمن به هؤلاء الصهاينة، ترجمة حرفية أختي الكريمة، بمباركة من الصهيونية المسيحية اللي هي تقودها أمريكا. إذا هناك نفحة دينية أختي الكريمة، يعني أنت بحرب دينية أكثر مما هي حرب عسكرية أو حرب. سيد أبو مرام، أنا شخصيا يعني بآمن بهذا الشيء، ولكن هناك عنصر المفاجأة. هذا عنصر المفاجأة برأيي يرتبط بشكل ما بالأمور الدينية. يعني الأمور الدينية أحيانا بتكون صعبة أو معقدة قليلا، فبالتالي تجعل يعني نحن كمسلمين مثلا نعلم بأن يوما ما سيكون في تحرير للأقصى بالطبع، ولكن أكيد نعلم من بعد هذا اليوم سيكون هناك نهاية لهذه الحياة. فبالتالي إن حصل هذا الشيء، أنا يعني أو أفكر بهذا الشكل صراحة، بأن بالطبع رب العالمين هو ما رح يوضح جدا للعباد بأنه يعني بأن مثلا اليوم هو يوم القيامة. أنا أحاول أشرح الفكرة يعني بطريقة بسيطة كما أخت أفكر فيها دورال، طبعا. بس لأشرح لك أنا، يعني حينما أقرأ عنصر أنا المفاجأة أقصد يرتبط بطريقة ما بالأمور الدينية الغير واضحة المعقدة بشكل ما، وفيها نوع من المراوغة أو المباغتة. فبالتالي
هذه العملية طوفان أقصى فاجأتنا. قد يكون هناك مفاجآت أيضا على الطريق، لا أحد يعلم، ولكن أنا سألتك في البداية، هناك نوع من اليأس من قبل المحللين والخبراء يرون أنا بأن النصر في النهاية لإسرائيل، رغم كل يعني لا أنا لا لن الفلسطينيين تنتصر، لن وحماس يكون هناك نصر للكيان الصهيوني. أنا ما عم بقول لك إنه هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، أنا عم بشرح لك العقلية. يعني الهدف الأساسي لإسرائيل التي كل يوم تخرج وتقول أنه هدفها الأساسي، رغم أنها بعدين طبعا قالت بأن إخراج الرهائن أو إطلاقهم هو الهدف الأول، ولكن نحن نعلم طبعا أنه من الطبيعي أن يكون الهدف الأساسي لها هو القضاء على حماس، لأن من يهتم جدا بالرهائن يخرج من اليوم الأول ويقول أنا هدفي الأساسي هو إخراج الرهائن، فبالتالي هدفها الأساسي من هذه العملية هو القضاء على حماس. فنحن نتحدث حاليا بأن النتيجة، كل ما نتحدث عنه، كل الطرق تؤدي إلى القضاء على حماس بالنتيجة، فبالتالي هي حققت هدفها وانتصرت. هي لا تريد القضاء على حماس، هي تريد القضاء على الشعب الفلسطيني. اختي الكريمه بهذا المعتقد، انا يعني انا ليش قرات لك هاي الايتين من التلمود اختي الكريمه، حتى يستوعب العربي او الفلسطيني بانه يقاتل عدو بيمتلك عقيده معينه بذاته. يعني قتلك انت كفلسطيني، قتل الاطفال لا يعتبر جريمه بحق، يعني بعقليه هؤلاء بيعتبروه هو تحقيق لقول الرب، يعني عم بيحقق مطلب الهي، انه هو لما عم بيقتل اطفال غزه عم بيحقق مطلب الهي، ما في جريمه، لا يعتبر جريمه. اذا انت امام عدو بيمتلك عقلية دموية، عقلية طائفية دموية أختي الكريمة، تتفوق على المصالح السياسية. أما الغرب هو من يستثمر بهذه العقلية الدموية، الغرب هو من يستثمر فيها، لكن من يقوم بهذه الحرب اللي هو الكيان الصهيوني، الجندي الصهيوني، هو يقودها من خلال عقيدة دموية. هذا اللي قصدته أختي الكريمة. كما نحن لنا معتقداتنا الدينية، هم لديهم معتقداتهم، لكن المعتقد الصهيوني أختي الكريمة هو معتقد دموي. يعني حينما خاطبنا بحيوانات هو يعني ضمن معتقد أختي الكريمة، الواجهة حماس، لكن الغاية قتل أبناء قطاع غزة. يعني لو استطاعوا، كلنا شفنا القيادات الصهيونية اللي تمنت لو غزة بلعها البحر، تمنوا يعني كل أطفال غزة ماتوا. يعني غزة وأريحة إلهم رمزية في المعتقد التلمودي أختي الكريمة، لذلك تعتبر هي أرض بالنسبة، أرض يجب قتل أبناء شعبها، يجب قتل أبناء شعبها حتى يعجلوا يعني ببناء هيكل سليمان. نعم سيد أبو منام، تأكيد على حديثك بأنه في بداية أيام عملية طوفان الأقصى انقلب الشعب أو المجتمع الإسرائيلي كما يدعى طبعا على نتنياهو بشكل كبير وعلى الحكومة، وكانت هناك استطلاعات للرأي، لا يعني لست متأكدة منها، كانت نسبة الثقة في الحكومة وأدائها يعني هي منخفضة جدا، ولكن أمس على ما أعتقد كان هناك استطلاع رأي قرأته عبر الجزيرة بأن 56 من الإسرائيليين يثقون بنتنياهو، فبالتالي يعني مستوى الثقة ارتفع خلال هذه الأيام الأخيرة، فهذا مرتبط بشكل ما بما يعني حضرتك تحدثت عنه بأنهم هم راضون حاليا، وقد يعني تلاشت أفكار يعني الهزيمة من رأسهم، وأنهم تمت مباغتتهم وتم قتل أشخاص منهم في بدايات طوفان الأقصى، وذلك بسبب العدد الهائل من الشهداء الذي قامت يعني آلات الحرب الإسرائيلية بإسقاطه. أختي الكريمة، يجب أن يستوعب الشباب، الناس اللي عم بتتابعنا، نحن اليوم من يحكم هذا الكيان هي حكومة دينية متطرفة. يعني اليوم اللي عم بيحاربك مو اليسار الإسرائيلي، مو إيهود باراك، ولا يعني ولا بيريز. اليوم من يحكم هذا الكيان حكومة داعشية صهيونية بعقلية داعشية.
إذا يعني ما هاي الحروب وهاي العقلية اللي أنت عم بتواجهيها اليوم عقلية دينية تلمودية متطرفة، يعني اليوم الشارع الصهيوني هو شارع متدين أصبح، هو من انتخب هذه الحكومة، هو من أوصل هذه الحكومة. الصهيوني لا يؤمن إلا بالقيادات الدينية المتطرفة وتصاعد التيار الديني نراه عام بعد عام، علما بأنه حتى يعني حتى الصهاينة قتلوا رابين قتلوه حينما أراد بناء صلح وسلام مع الفلسطينيين، اعتبروه خارج عن الدين أختي الكريمة، يعني اعتبروه خارج عن الدين، يجب قتل الفلسطينيين من أجل إعادة بناء الهيكل. إذا نحن اليوم بحرب دينية باطنها ديني لكن ظاهرها سياسي أو يعني جغرافي. اليوم حربك أنت حربك مع هذا الكيان بالأساس هي حرب وجود لا حرب حدود أختي الكريمة، وهذا الكيان يقاتل الفلسطينيين ويقتلهم تحت بين قوسين يافطة حرب وجود، يعني وجود الفلسطيني يعني عدم وجود الإسرائيلي، ووجود الإسرائيلي يجب أن يكون على حساب وجود الفلسطيني. نعم، سيد أبو مرام، ما رأيك بأداء المقاومة على الأرض؟ يعني كتر الله خيرهم، الله يتقبل شهداءنا جميعا، تقبل الله شهداءنا، ربي يجعلهم في عليين مع الشهداء يعني والصحابة، الله يشفي جرحانا. هذه حرب فرضت علينا ونحن كارهين لها، حرب فرضت يعني قدر الشعب الفلسطيني أن يكون رأس الحرب أختي الكريمة في مواجهة الصهيونية، قدرنا رب العالمين اختار هذا الشعب على مدى آلاف السنين أختي الكريمة، ونحن بمواجهة هؤلاء أصحاب الفكر التلمودي. التابوت المقدس، تحدثي يعني أختي الكريمة، ارجعي إلى حروب التابوت المقدس بالعهد الكنعاني، محاربتنا يعني لهؤلاء التلموديين للأسف. يعني نسأل الله أن يكون يعني أجر عافية لشعبنا الفلسطيني. بلاد الشام ابتليت، يعني هي ابتلاء المسلمين أرض الشام أختي الكريمة، وفلسطين هي جزء من أرض الشام. هذا مو كلام ديني أختي الكريمة، هذا يعني للأسف فقهي تماما. وأنا الإنسان العلماني ولست الإنسان المتدين، يعني مش الإنسان المتدين، لكن اليوم أنت يعني تقاتلين وتقاومين دفاعا عن وجودك، لأنه خصمك هو خصم بيمتلك عقيدة دينية تؤمن بزوالك ولا تؤمن بجوارك بالتعايش معك. نعم. طيب، يعني بدنا نتحدث بالنقطة الأخيرة عن الأسباب التي تجعل الحكام العرب في عجز أمام ما يحصل في فلسطين اليوم. عفوا أنا سرحت، كنت عم بقرأ بعض التعليقات، واحد قال لي إن شاء الله بتصير متدين. أخي الكريم أنا لست بكافر، لكن يعني هذا حديث سياسي، أنا عم بتحدث حديث سياسي أخي الكريم، عم بستجلب آيات مما يؤمن به هؤلاء الصهاينة، وأسقط أعمل بعمل عليه إسقاط حتى يتوضح بأنه حربنا مع هؤلاء ليست حرب سياسية. إسرائيل ليست دولة ديمقراطية كما يحاول البعض يعني يوصفها بأنه والله إسرائيل أرحم من يعني من الأنظمة العربية. لا أخي الكريم، إسرائيل أقذر من الأنظمة العربية، بل والأنظمة العربية يعني تتعلم الإجرام من هؤلاء المجرمين. المجازر اللي ارتكبوها عصابات الهاغانا والشتيرن حتى قبل قيام الكيان الصهيوني بتشهد لهم، تشهد لهذا الحقد الطائفي، تشهد لهؤلاء بأنهم ليسوا سوى مجرمين قتلة. تفضلي عفوا، سؤالك تعيديه. نعم، سيد أبو مرام، يعني الأسباب التي تجعل الحكام العرب اليوم في عجز أمام ما يحدث في غزة، يعني بشكل خاص، لو سمحت دعنا نتحدث ببرغماتية قليلاً. أختي الكريمة، مع قيام الكيان الصهيوني تم التفكير بإنشاء أنظمة ظاهرها معادي لهذا الكيان لكن باطنها هو حامي حدود وأمن هذا الكيان، وصنعوا لنا هاي الأنظمة، اختاروا إما طائفة أو منطقة أو يعني جغرافيا معينة. بمصر اختاروا لنا يعني
حاكم من المنوفية، كل حكام مصر والضباط الأمنيين هم من منطقة واحدة تسمى المنوفية. في الأردن أتوا لنا بعائلة ادعت بأنها يعني هي من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعني بعيدين عن الدين وعن الإسلام. وهناك أقلية تسمى بالأقلية الشركسية هي من تتحكم بمفاصل الأردن، لا علاقة لهم بالعرب ولا بالعروبة ولا بغيره. بسوريا بتعرفي طبيعة النظام السوري، إحدى الأقليات التي لم تكن يوما مرتبطة بسوريا كدولة، وكانت مؤيدة لكل الغزاة من عهد التتار إلى عهد الفرنسيين. إذا أختي الكريمة، هذه أنظمة صهيونية وظيفية لا تمثل شعوبها، ليسوا سوى موظفين يتلقون التعليمات من يعني من السيد الأكبر ألا وهو العم سام. نعم سيد أبو مرام، يعني هذا الحديث يدحض الأشخاص الذين يفسرون أن من أحد السلبيات التي حلت بإسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى وهو قد يتم حل اتفاقيات السلام مع الدول العربية، عندما تكون هذه الحكومات موظفة من قبل إسرائيل وأعوانها من الغرب، فبالتالي لن يكون هناك تنديد حتى من قبل العرب، بل يعني هن يعني ليسوا بحاجة أن يختبئوا على ما أعتقد خلف إصبعهم. ببساطة نحن مع إسرائيل وندعم أفعال إسرائيل وندعم قتل الفلسطينيين أيضا بوقاحة شديدة. يعني أختي الكريمة، هذه أنظمة صهيونية وظيفية، هي امتداد للكيان الصهيوني، ووجودها من وجود هذا الكيان، ووجود هذا الكيان من وجودها. يعني الذي يقوم بالتطبيع مع هذا الكيان، لا، هل حتى يصعب عليه المقاومجي، حتى من يدعي بأنه أن يقول أنني أنا مع إسرائيل ومع قتل الفلسطينيين لأنهم يستحقون ولأنهم يعني دواعش وأنهم إرهابيون وما إلى ذلك؟ أختي الكريمة، هذه الأنظمة جزئين، جزء منها يدعي بأنه مع فلسطين ومع القضية الفلسطينية، والجزء الآخر اليوم انخرط يعني بالمشروع الآخر، مشروع التحالف. اللعبة كالتالي، راح أبسط لك إياها. اليوم المعسكر العربي، جغرافية الوطن العربي انقسمت إلى معسكرين، كل معسكر أوسخ من الثاني حيش السامعين. المعسكر الأول معسكر التطبيع، شو كانت حجته؟ بأنه يعني في سبيل مواجهة المد الشيعي الإيراني تحالف مع الكيان الصهيوني، تحالف مع الكيان الصهيوني، برر تحالفه مع الكيان بأن هناك خطر اسمه إيران، وكلنا يعلم بأن لا إيران عدو لهم ولا هم أعداء لإيران، وهناك آلاف الشركات الإيرانية تعمل ضمن جغرافيا يعني هذا المحور الصهيوني. أما المحور الصفيوني أو المحور الذي يدعي بأنه ضد الكيان الإسرائيلي ومع القضية الفلسطينية، أيضا أختي الكريمة، يستثمر بعدائه للكيان الصهيوني، هذا العداء الوهمي، يستثمر بفلسطين وبالقضية الفلسطينية، ويتحالف مع إيران التي تحتل مجموعة عواصم عربية. إذا أختي الكريمة، ثلاثة قوى متواجدة، ثلاثة قوى، الثلاثي كل يكذب على الآخر أو على شعبه. إسرائيل هي حليفة وربيبة إيران، أو إيران ربيبة إسرائيل، والأنظمة العربية ربيبة إسرائيل. هذا الثالوث النجس وجوده يبقي الحال كما هو. لا يوجد تطبيع بمعنى التطبيع، يوجد احتلال صهيوني لجغرافيا أو لعواصم عربية. وقناة بن غوريون هي الدليل، ومشروع نيوم بالسعودية هو الدليل، وكذلك احتلال إيران تحت حجة يعني الموت لأمريكا، أو زينب لن تسبى مرتين، احتلوا فيها 4 عواصم عربية. إذا أختي الكريمة، أنظمة صهيونية وظيفية لا تمثل شعوبها، شعوب مغيبة، إسرائيل، إيران، الأنظمة، ثالوث نجس يتفق من تحت الطاولة، ويعني يتصارع من خارج الطاولة فيما بينه. نعم سيد أبو مرام، الشعوب العربية التي تخرج بمظاهرات شبه يومية، منها أيضا من تقوم بمحاولات للضغط على حكوماتها لسحب سفير وطرد سفير وما إلى ذلك، برأيك هل ستتمكن هذه الشعوب من يعني
تصعيد التضامن مع الفلسطينيين عبر هذا الضغط على حكوماتها العربية حتى تقوم بالتدخل بشكل ما؟ أختي الكريمة، الشارع العربي لا قيمة له لدى أنظمتنا. والله شفنا ما جرى في سوريا، تظاهرة طلع بالبراميل بشار الأسد وقتل وهجر 13 مليون مواطن سوري، قتل مليونين، اعتقل مليون مواطن. وأنت بنت سوريا وبتعرفي ما جرى في بلدك سوريا أختي الكريمة. إذا الشارع لا قيمة له، لو انتفض كل، بالعكس هذه الأنظمة يعني تسمح هنا وهناك لتظاهرة هنا وتظاهرة هناك على أن لا تتجاوز الحد يعني المرسوم لها. يعني مثلا بالأردن رغم التظاهرات اللي سمح فيها الأردن أمام السفارة الإسرائيلية في عمان، هل طرد السفير الإسرائيلي؟ بالعكس عم بيمارس. هل طرد سفير إسرائيلي من عاصمة عربية؟ الهندوراس طردت السفير الإسرائيلي، بعض دول بآخر أصقاع الأرض استدعت السفير الإسرائيلي وأعطته مدة 48 ساعة ليغادر احتجاجا على يعني على قتل الأطفال بغزة. هل طرد سفير من عاصمة عربية؟ لا أختي الكريمة، لم يطرد. لذلك الشارع لا قيمة له. أما الشارع في أوروبا هو الشارع المخيف بأوروبا، طبعا أنظمة حكم ديمقراطية حينما يخرج الأوروبيين. لذلك أنت شايفة أختي الكريمة وأنت عايشة بأوروبا، هناك تضييق ومحاصرة بعدم السماح بالتظاهرات في الجغرافيا الأوروبية. هنا بهذه الجغرافيا يكمن الضغط على الكيان الصهيوني. الشارع الأوروبي شارع حر، هناك ديمقراطية. ألمانيا بدأ الشعب الألماني يطالب بإسقاط يعني حكومة هو شولز. مو موضوعنا سيد أبو مرام، ولكن يعني كيف ممكن تسميه أنه شارع حر رغم أنه يقوم بقمع هذه التظاهرات ويقوم أيضا بتعنيف المتظاهرين، يقوم بتهديد اللاجئين من المتظاهرين الحكومات الأنظمة المكبلة أنا يا سيد أبو مرام، أظن أنا هذه الفكرة مهمة بشكل ما. تحدثت أنا عن الشارع أختي الكريمة. يعني تم تصديرها للشعوب العربية وللشرق الأوسط على أنها هي هذه الدول الغربية هي مستقر للديمقراطيات والحرية وحرية التعبير عن الرأي، ثم اليوم اكتشفنا بأنك أنت في ألمانيا مثلا لا تستطيع الخروج في مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين، قد تتهم بالإرهاب، كما تفضلت أنت حضرتك مرة قلت أنني لا أستطيع وضع أو رفع الكوفية أو العلم الفلسطيني لعدة أسباب تدعيها ألمانيا. فإذا هناك مشكلة صراحة هي معقدة بشكل ما. كنا أنا نعرف راح أن هذه الدول ديمقراطية ولديها حرية وحرية التعبير عن الرأي. اليوم اكتشفنا أننا لا نستطيع التضامن مع الفلسطينيين عبر المظاهرات. إذا هذه المصطلحات تم تصديرها إلى الدول العربية حتى تقوم هذه الشعوب بالانقلاب على حكوماتها بشكل ما، وبالتالي تخريب هذه البلاد. أختي الكريمة، الخوف يعني الشارع كونه مؤثر، كان هناك تضييق. الحكومات بالجغرافيا الأوروبية وعت بأنه الشارع الأوروبي بدأ يتحرك في الموضوع الفلسطيني. هناك بعبع وضع للشارع الأوروبي ألا وهو معاداة السامية، وكبلوا الشعوب الأوروبية بهذا القوانين، قوانين معاداة السامية. لخلفية سابقة، كان اليهود مكروهين، كانوا اليهود يعتبرون مشكلة سياسية ومشكلة اقتصادية بالدول الأوروبية. تم التخلص من هذه المشكلة بصناعة هذا الكيان. يعني الأوروبيين، الحكومات الأوروبية أخذت اليهود وزرعتهم بفلسطين وريحوا راسهم كما يقال. اليوم الشارع الأوروبي بالهمجية اللي عم بيقوم فيها هذا الكيان، الشارع أختي الكريم، الشارع وليست الحكومات، الشارع الأوروبي بدأ يتحرك في الجانب الإنساني مو الجانب السياسي. إنه هذا القتل قتل الأطفال، وأنتم اللي بتدعوا بأنكم يعني رعاة الطفل، والطفل شيء مقدس ولا يمكن المساس بحقوق الطفل، و ماذا يجري في غزة؟ لذلك كان في تقييد ومنع المظاهرات كي لا تكون هناك صحوة إنسانية بالشارع الأوروبي، لأن الشارع الأوروبي قادر على إسقاط حكومات. لذلك كبلوا هذه. سيد أبو مرام، برأيك الضغط الشعبي في أوروبا أو العالم الغربي هل سيجدي نفعاً؟
إذا تطور ولم يكبل اليوم الناشط الفلسطيني بجغرافيا الأوروبية عم بيلعب بالزاوية الإنسانية. اليوم صار في نشاط بالدنمارك أختي الكريمة، بالدنمارك بات الدنماركيين يقولون الحل في غزة بإسقاط حكومة اليمين في الدنمارك. تخيلي الدنمارك اليوم بلش، والملصقات وإذا بتحبي يعني بات بالآلاف كانت على بشوارع مدن الدنمارك. إذا الشارع إذا استغلنا من الزاوية الإنسانية، هن شو عم بيحاولوا يخوفوك بأنك أنت داعمة للإرهاب. نحن ناخذ الزاوية الأخرى، زاوية الأطفال، نستثمر هذا القتل من أجل تحريك ضمير الشارع الأوروبي. الشارع الأوروبي أقوى من الشارع العربي، الشارع العربي مخصي مكبل غير قادر على إحقاق حقوقه ضمن جغرافيته، لذلك لن يستطيع إحقاق حقوق الفلسطيني خارج جغرافيته. يعني البحريني لا يمكن أن ينصف الفلسطيني وهو يقبع تحت نظام حكم ديكتاتوري، وكذلك السعودي أو الإماراتي أو الأردني أو حتى المصري. إذا أختي الكريمة، الشعوب العربية هي بحاجة إلى من يساعدها ويعينها. اليوم نحن نعول كأبناء القضية الفلسطينية على الشارع الأوروبي من الزاوية الإنسانية، ومحاولة فضح الحكومات الأوروبية التي تدعي بأن نصرة الشعب الفلسطيني هو يساوي الإرهاب، وعم ننجح إن شاء الله. نعم سيد أبو مرام، بدي يعني أعرض عليك معلومة تقريبا قرأتها لما أعتقد قبل عام بالضبط، يعني كم معلومة أخيرة وأناقشك فيها، وهي أنه خبر مرق علي صراحة كان يقول أن هناك احتجاج من قبل اليهود أو الجالية اليهودية في ألمانيا أو عائلات يهود الهولوكوست الذين تم حرقهم في المحرقة من قبل ألمانيا النازية، يحتجون لأن ألمانيا الحكومة الألمانية إلى الآن لم تعطيهم المبالغ التعويضية التي كانت قد يعني تعهدت بها. كيف بتفسر هذا الشيء؟ رغم أختي الكريمة، ألمانيا الدعم الكبير لإسرائيل، هي الآن ألمانيا إلى هذه اللحظة بعد سنوات طويلة من الم... الهولوكوست لم الم... تدفع تعويض لأهالي العائلات يعني المتضررة. ألمانيا ما زالت يعني تعيش عقدة الهولوكوست وتدفع ثمن شيء اسمه الهولوكوست أختي الكريمة، وما زالت ألمانيا تدفع للكيان الصهيوني تعويضات الهولوكوست. التعويضات لا تدفع للعوائل بشكل مباشر، تدفع للكيان الصهيوني بحكم بأنه يمثل يهود العالم. أختي الكريمة، ألمانيا بتدفع لإسرائيل، لكن ما جرى في غزة، شولت شو صرح؟ قال سندافع، يعني وجود إسرائيل من وجودنا. الشعب الألماني اللي جاوب، مو الفلسطينيين ولا العرب ولا الأجانب بألمانيا، قالوا له روح أنت وحكومتك دافع عن إسرائيل وإن شاء الله ما بترجع، خلينا ننتخب حكومة تهتم بألمانيا وبالشأن الألماني. حتى إحدى يعني المعلقات قالت حتى في سبيل ألمانيا أنا لن أدافع ولن يعني أفدي روحي في ألمانيا، أنا أفدي روحي في سبيل أولادي ونقطة. إذا هناك بدأت صحوة بالشارع الأوروبي بأن ألمانيا أوروبا مكبلة بهذا الكيان بعقدة الهولوكوست. بدأ هذا الشارع هل يصحو. هي مكبلة يعني هل هذا المصطلح هو الصحيح الذي يجب أن نتحدث عنه، أم أن عقدة النازية أو ظاهرة النازية لا زالت موجودة هنا؟ أختي الكريمة، مو عقدة، هي ما يعني مو عقدة، هي شيء وانفرض. دائما المنتصر يفرض قانونه، يفرض يعني دائما من يخط التاريخ ومن يخط القانون هو المنتصر. حينما انتصرت الثورة البلشفية في روسيا، أصبحت النظرية الماركسية الشيوعية هي بمثابة الإله ومحرك البلاد، وحينما سقطت أصبحت ملاحقة وأصبحت نظرية فاشلة. أيضا حينما انتصر الرعاة بفرنسا، أصبحت فرنسا يعني الأرستقراطي أصبح متهم وأصبح قابع بالسجن. كذلك أختي الكريمة، حينما هو يعني لو انتصرت النازية، لنفترض لو انتصرت النازية وحققت انتصارها في الحرب العالمية، لكنت وجدت النظرية النازية هي النظرية المثلى في العالم. لكن هزيمة النظرية النازية بالحرب العالمية الثانية، أو بالأحرى هزيمة ألمانيا صاحبة الفكر النازي، أدى إلى يعني
محاربة هذه، محاربة النظرية النازية كاجتثاث البعث بالعراق حينما سقط النظام في العراق. هذا البعث اللي كان يمتلك العراق ويحكم العراق أصبح متهم. اليوم النازية يعني بقفص الاتهام، وما زال أتباع النازية، أو ما زالت ألمانيا، حتى ألمانيا الديمقراطية تعيش عقدة، أو محملين العالم الغربي أو الصهاينة محملين عقدة الهولوكوست. نعم، وبالتالي هي مضطرة للدفاع، مش مضطرة، راح تدفع. بالضبط مضطرة. نعم، شكرا. لذلك نراهم يعني بتشدد، تحديدا ألمانيا أكثر الدول الأوروبية بهاي الجزئية، كي لا تحسب. ونحن الفلسطينيين نعي حقيقة، يعني حقيقة الضغط العالمي على حكومة ألمانيا. أكيد نحن نعذر الحكومة الألمانية يعني بهذه القوانين الصارمة. نعم، شكرا جزيلا لك شكرا. سيد أبو برام. إذا في إذا عندك بتحب إضافة بتحب تضيفها أنا عم بسمع. يعني لا تقنطوا من رحمة الله، يعني بالنهاية إن شاء الله الشعوب لا يمكن أن تهزم، ربما نخسر بمعركة هنا أو معركة هناك، لكن النضال، الثورة أختي تتقمص كل الحالات، الثورات تتقمص كل الحالات، في نضال سلمي، في نضال سياسي، في نضال إعلامي، وأنت الآن أنت بمثابة مناضل، يعني لما بتتركي أسرتك وأطفالك وبتفرغي نفسك لمدة ساعات تبذلي جهدك من أجل إيصال الكلمة وتنشري الوعي بصفوف أبناء شعبنا العربي بكل مكان، هو نوع من أنواع النضال. أنا لما بطلع وبنبش أفكارك وأنت بتنبشي أفكاري، بنتحاور أنا وأنت، بنزرع الثقافة بعقول أجيالنا الشابة أختي الكريمة، أكيد هو نوع من أنواع النضال. لكن ثقي تماما، اليوم الفلسطيني يقاتل، يواجه الكيان الصهيوني بالجيل الرابع، بالجيل الرابع. وما أدراك ما الجيل الرابع؟ يعني مش هو اللي ما شاف فلسطين، جده ما شاف فلسطين. يعني نحن بأبناء الأحفاد اليوم نقاتل، وصراعنا مع هذا العدو صراع طويل الأمد، والشعب الفلسطيني الشعب الوحيد سبحان الله يعني اللي ما قال لحد الآن تعبنا، سمعناها من كل شعوب الأرض، سمعناها بتونس هارمنا، وسمعناها للأسف بسوريا قالوا تعبنا 12 سنة، وبعدين الفلسطيني على مدى أكثر من 100 عام لم يقل هرمنا ولم يقل تعبنا، ما زال يقول هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد. لابد لهذا العدو أن يزول، ما زال هذا الشعب مؤمن بعدالة قضيته. كل ما بيطلع جيل عم بيطلع إيمانه أقوى أقوى، وعم بينفذه على أرض الواقع، أيضا عم بيترجمه على أرض الواقع هذا الإيمان بعدالة قضيته. وإن شاء الله هذا الشعب سينتصر، إن عاجلا أم آجلا. شكرا شكرا جزيلا جزيلا شكرا إليك. سيد أبو منعم، شكرا شكرا لكم حبيت تستضيفي مشاهدينا. أحد يعني إن شاء شباب الله تاني؟ سيد أبو منعم رح نرجع نسق معك أكيد عن إن قريب شاء الله. ألف بشكل شكر جديد. إليك للمساحة يعني اللي أعطيتيني إياها، شكرا لك، أشكرك، ألف شكر إليك، شكرا إليك. شكرا، بأمان الله. شكرا الله لكم يحفظك. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة 29 أكتوبر، وأنا نورال كنت معكم من برنامجي وقائع مع نورال يوميا بهذا الوقت مع ضيوف، يعني عم نحاول إن نحن نتبع أسلوب جديد، هو ضيف بشكل مسبق بيتم التنسيق مع الضيف. شكرا لكم، وإن شاء الله إلى يوم غد، والله يرحم شهدائنا ويشافي جرحانا ويفرجها على غزة بإذن الله، بأمان الله.